ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ هنبدأ النهارده فيديو جديد مع عبرو فين بلوكس. الصور بتاعه؟ معانا النهارده صاصة، ويلا بينا نخش في الفيديو على طول من غير كلام كتير. يلا بينا. يلا يا صاصة، هنروح فين؟ هنهرب من الحلاق الشرير. يلا يا شباب، اوعى كده يا كابتن. لا انت سبقتني. ولا استنى، يلا نشوف مين فينا هيزوى يا صاصة. ماشي، نشوف مين فينا هيسبق. طيب انا هستناك، يلا بسرعة. يلا يلا يا قروبة. ايوة كمان، واو نايس نايس. يلا اخر واحدة، شاطر. يلا تعالى تعالى الباب هنا. خدت الشيك بوينت. تاكل دراع يا قرد. يا نط ده مشط ده، خلي بالك. ايوة انا وقعت على طول من اول مشط، وقعت في تاني مشط على طول. يلا يلا، انت كمان وقعت ولا ايه؟ انت وقعت وانا وقعت تاني. يا ادي المشط الصعب ده، ده مشط صعب ده ولا ايه؟ ولا نزلني من وقعتني. استنى بقى، عمال توقعني. بس استنى بقى، احنا لازم نعدي المشط ده. بص، ايوه لا انا عدي المشط، انا عدي المشط الصعب ده ولا ايه؟ لا يلا، لا لا انا لابس كاب حتى، يعني احنا الاثنين لازم نعديها. يلا اخر واحده وقعت فيها. ركز شويه، ركز شويه يا صاصة. ماشي ماشي، يلا عدي وكمل وانا جاي لك. انا هجيبك يا نوتي، استناني. انت على شعر البنت الكبيرة. انا هفضل في المشط ولا ايه؟ لا لازم اعدي. تخمين. لا يلا تشيك بوينت فنشتني. يلا يلا، اخر مشط عديناها. تمام، يلا. الشعر الطويل ده مش تخمين، ده شعر طويل. كل ده شعر؟ ايه ده ولا يا بنزل دي ولا ايه؟ كل دي شعر؟ شعرك طويل جدا يا بنت، انتي متحلقيش ولا ايه؟ يلا يا ساسا، يلا يا ساسا، يلا يا ساسا، يلا يا ساسا، يا قروب عديت. بص بقى، بص استنى استنى نفتكر التخمين. لا لا استنى، انا افتكرته. استنى، لا هو باين دي. ايوه يا سلام عليا، بني بني. بعد كده بعد كده بني. انت فاكر؟ لا مش بني، ابيض. انا مش فاكر بصراحه، ابيض. انا مش حاسس ان هي ابيض. ابيض فعلا، ابيض. طب يلا عدي انت، هجرب. مش ابيض، ضحكت عليا. كنت افتكر ابيض. طلع التخمين مش ابيض. طيب الاولى اصفر. ايوه يا ولد. يلا طب يلا انت عدي وين. طلع البني فعلا. ايوه تاني تخمين البني. واو انت لعيب. يلا يا صاص. نط على الباروكه دي. ادي اول باروكه، تاني باروكه. وقعت في تاني باروكه. لسه هتقول تاني باروكه. وقعت فيها. لسه انت هتقول تاني باروكه. انت وقعت تاني. انا والبنت. ايوه يا ولد. الباروكه. وقعت في تالت باروكه. تاني باروكه. يا جماعه حد يلم باروكه البوايك دي. خلاص وصلت. وصلت يا قرد. طيب انا هجيلك ان شاء الله. يعني ادي اولى، الثانيه. في حاجه بترجعني. وقعت في الثالثه تاني. انا جاي لك جاي لك يا قرد. وصلت وصلت. يا سلام، القرد ده سبقني. لازم اجيب صاصة. اجيبك برضه. انا اختي كانش تسموت. لسه انا لسه في الباروكة. عديها لك انا؟ لا انا هعرف اعديها ان شاء الله. انا بعرف. لا انا جامد جدا وهعرف اعديها. اوعي يا بنت انت، يا بنتي اوعي. لخبطتيني وقعت. انا هجيلك. خليك اقعد. انت عدي عدي وانا هجيلك، ما تقلقش. عدي اللي تعرف تعديه. انا احنا هنشوف مين فينا هيسبق يا صاصه. ماشي، انت سابقنا اهو. يلا نشوف بقى مين فينا في الاخر اللي هيسبق. ايه ده؟ مش عارف اعدي الباروكه. انا دلوقتي في الاخر. امال لو شعري حقيقي انت عامل ايه؟ انا وصلت اول عند الصبرنيكيت، دلوقتي وصلت على الباروكه. ماشي ماشي يا سوسة يا سوسة يا سوسة. سبت معاه في المستوى الستة. ماشي أنا جاي لك، اللي بقى أنا جاي لك وهسبقك.
قولي لو انت مختار. انا محترف وهتشوف ايه ده. انا وانت بطنا. باروكة اللي الواحد المفروض بيعديها من اول مرة. لا لا لازم الواحد يعدي. خليك لا انا هعدي. انا جامد يا ابني، انا مش عايز اقول بس عشان ما تحسدش. يا لهوي شكلي وحش. مش بقولك عدالك. ولا عيب ده انا محترف. خلاص كسبت. مش بقولك عدالك. طب انت هتقعد كتير. عديتها يا اخويا، عرفت ان انا جامد. ده سشوار عمال يزقنا مش قادرين نعدي منه. هقول لك ده ايه بروح ايوه ايوه السشوار اللي هو بتاع الشعر. ايوه ده دلوقتي في ايوه حط المكنة. مواس حلاقة يا جماعة، مواس حلاقة. مش عارف هو حلاق حريمي ولا رجالي ده. يا سلام يا سلام، عديناه على طول. عدت دي كمان اه ضروش ده ولا ايه؟ احنا كده دخلنا على كوافير ده ولا ايه؟ كوافير. ايوه كوافير حريمي. العروسة. ايوه ومقص كمان. في اتنين واو هنا بيلعبوا عدي عدي مزيكا. على المقص. المقص ده ايه صعب ده؟ شوية. ايه ايه ده؟ ده؟ بنسة شعر؟ ماشي انت كده انا عديها، عرفتني. انا عدي. عرفت ان انا اجيبك يا عروبة يا سوسة، اجيبك واسبقك. ما كانت حلاقة. عدي عدي زي كده. انت مش محترف ولا هتموت. ايه؟ مين ده اللي يموت يا ابني؟ احنا جامدين قوي. النت بيقطع ولا ايه؟ يلا يلا يلا. موتني. ايوه اي انت هتموت. انا رحت فيها. انا وانت متنا. امي هعديها برضه واسبقك، بس انزل من على دماغك. انزل من على دماغك الاول. بص بص انت يا ابن اللذينه، ده انت حريف بقى. نطلع حلوه نمشي. حلوه الطريقه اللي انت عديتها بيها دي، عجبتني. انا كنت فضلت كده نط. بس بص، لا لا انا عديها كده من هنا كده. بتلاقي مش بحب موضوع اللجي ده. عشان انا كده عديها يا معلم عشان هنا جامد. شفت انا انبسطت. فين الباب؟ من شباك. ده شباك مش باب. طيب ماشي هننط هنا. ده كرسي الحلاق ده على فكرة. كرسي ايوه ده مش ايوه كرسي. في هنا تشيك بوينت. اه خدنا التشيك خلاص بوينت وصلت بقى. وجامب وجامب. خلاص والمشط بتاع مكنة الحلاقة بتاع الحلاق. يا سلام خلاص صفر. هايل هايل. ماشيين كويس والله يا شباب، مش كويس قوي. مقعدت أول واحدة. انا هعديها واسبقك يا نوتي يا نوتي، هجيبك يا هبعديها من سوسة. المرحلة المفتوحة دي. ماشي انا هجيبك. شفت انت وقعت، انا هجيبك. أنا بعديها من المرحلة المفتوحة دي. من البتاع طيب مفتوح. طب يلا نمشي ورا صاصة. صاصة بيبقى بنعدي كده. وشكله الواد صاصة ده محترف وبيتكلم صح او بيقع صح برضه. ايوه أنا يا اللي قلت لك. سلام يا سلام. أنا اللي اخر واحدة ياه وقعنا فيها. ماشي تختلف. ماشي هنعيد يا شباب. ايه ده؟ ايوه شبكتي ماتت. ده الوحيد ايوه اللي قربت. بنت ماتت وانا نطيت على دماغها وهي ميتة. انا قربت وخلاص عديت. ايوه يا قرد يا قروبة. انا هجيبك يا سوسة. انا وانت يلا يا سوسة دخلنا. وليزر ده الصعب. اه ليزر. انت ستة انا وانت. رحت فيها من اول ليزر كده وانا رحت فيها من اول ليزر برضو. ليزر. عديت اول واحد. وديله. اوه كنت لسه هلمسه. انا وانت. ايوه ليزر. عدينا الليزر. انا وانت وصلنا خط النهاية. واه خلصنا الماب يا شباب، اسرع ماب خلصناها. اوه وناخد كل الالوان الموجوده ونعمل بلوكات. الشرطة قبضت على الحلاق الشرير عشان ما يحاولش يحلق للناس غصب عنهم، والحلقات الوحشة اللي بيعملها دي. وناخد مثلا اللون ده لون ايه؟ واو احمر. انا ونعمل حشر جمب. حشرتني. لا يا عم ما حشرتكش اهو. وبكده يا شباب شفتوا النهارده مقطع كان جميل جدا، وهو الهروب من الحلاق الشرير. قدرنا نهرب من الحلاق الشرير النهارده انا وصاصه. وان شاء الله يكون المقطع عجبكم. لو المقطع عجبك ما تنساش تعمل لنا لايك واشتراك في القناه. وكان معاكم النهارده صاصه وبابا، والسلام عليكم. واتفنشت. ايه ده؟ انا بدور على الحلاق. خد يا حراق. حرق.
حياة